عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج يطل عليكم في أربعاء جديد وكالعادة مواضيع متجددة وشيقة. مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا فيكم في موعدنا الاسبوعي ليله كل خميس مع عامل المعرفه الدكتور احمد العرفج. بدايه برحب بالدكتور احمد العرفج. دكتور مساك الله بالخير. يا هلا والله، حياك الله بالسلمان. يلا حيور. شفت كيف صرت انافسك بالاناقه والجمال؟ لا انا ما اوصل مواصيلك ما شاء الله. تحداك تجيب غتره بلون استيريه كمان. لا انا يعجبني كل يوم عندك اختراعات جديده ولك لو كنت تتميز فيه فهذا شيء جيد. وهذا هذا تستريت الصحفيين ليها فيها 13 جيب، شيء تحط فيه الورق، شيء تحط عشان بديت اعمل صحفي الان. طيب في نقطه مهمه جدا. تسلم. ومن قال سالم، انت يعني ورطتني، جتني تساؤلات كثيره. وش مسوي انت بسناب شات؟ ليش كثير يسالوني وين كان العرفج يوم الاثنين؟ اي يوم الاثنين صح، انا قلت وانت قلت لهم الظاهر انه ما راح اعلمكم وانا رايح، انا رايح لمكان اول مره اروح. نعم نعم. وراح اقول لكم تفاصيل هذا المكان مع خالد بالحلقه. في هلا. اي والله. انت وين كنت؟ مختطف ولا رايح لمكان يعني ما حد يدري عنه؟ لا والله كنت، شوف دائما عندي قاعده ان الانسان يسوي شيء لله يجد حسناته ويجد البركه فيه. يا طويل العمر لي صديق في السجن. فتواصلت مع المسؤولين، قلت لهم انا لي رغبه ازور صديق من حق الصداقه عليه بغض النظر هل هو مخطئ ولا شيء، هذه الاعمال انسانيه. فقالوا ابدا، ابرك ساعه حدد الوقت، يعني هم اللي قالوا حدد الوقت. انا كنت بين القصيم والرياض، فلما وصلت يوم الاثنين يمكن الساعه 6 المغرب قلت لهم انا وصلت، قالوا ساعه وتكون نعطيك العنوان وتروح. والله يوم دخلت الشباب استقبلوني بالسجن، طبعا اتكلم عن سجن الحائر. انت رحت السجن الحائر؟ السجن الحائر، لانه الناس يخلطون بين السجن العام وسجن الحائر. عشان نعطي معلومه بسيطه، السجن العام هو للاحكام الجنائيه والسرقات وذا، بينما السجن الحائر السياسي في 5 سجون هذه تخص امن الدوله، ما يتعلق بامن الدوله، سواء التكفير، سواء الارهابيين، سواء اي امر يتعلق بامن الدوله. وهي في 5 طبعا، في الحائر اولها ويمكن او اقدمها، وفي واحد في الدمام، وواحد في الطرفيه في بريده، وواحد في جده، وواحد في ابها. لما دخلت الحقيقه الناس استقبلوني، فانا قلت يا واد فرصه، زي ما يقولون حجازين حج وبيع سبح، خليني اخذ جوله واضرب عصفورين بحجر ما دام اني زاهر. فقلت ممكن اني انا اتجول؟ قالوا ابدا، احنا لا عندنا عباره، والله عجبتني عباره صحفيه، قالوا لا عندنا شيء نخفيه ولا عندنا شيء نخاف، لا نخفيه ولا نخاف. قالوا لك بهذا النص؟ اي والله والله. واعطوني اسماء السجناء، قالوا لي اختار من تشاء. انت يعني انت رايح تزور خويك؟ نعم. فاذا بوصل برنامج زرت يعني اكثر من مكان؟ طبعا شوف الكلام هذا، الكلام ذا لازم تقوله للعقلاء، ترى في ناس معاندين لو جبريل نزل وقال ترى السجن تمام لن يصدقون. انا اتكلم من يبحث عن الحقيقه ومن ايضا يطلب المعلومات، مش واحد مكابر ومعاند. وحط بين قوسين هذا سجن وليس مدينة ترفيه. طيب صدقا ماذا رأيت؟ أنا بقول لك هذا سجن، أول شيء نحط بانه ليس مدينة ترفيه. يعني إيش المطلوب فيه؟ المطلوب فيه الحد المعقول والجيد من الأمور الإنسانية. هذا المطلوب له في الأخير عقوبة، في الأخير هو سجن، هو منع من الحرية. هو أنك أنت تحط إنسان في مكان معين، لكن إذا قدرت أنك تجعل من هذا المكان الذي هو عقوبة إلى وسيلة إصلاح وإلى وسيلة تعامل مع ناس، تعتبرهم مرضى فكريين، تعتبرهم مرضى تحميهم من أنفسهم قبل ما تحمي الناس. المهم دخلت، والله أنا الحقيقة قالوا أي باب تبغى تفتحه افتحه أي شيء، لكن خلينا نأخذك في جولة اللي عندنا وبعدين أنت تختار. قلت بشيء، أول ما رحت لما يسمى المشتل. المشتل دخلت المشتل، فيه منجرة، فيه بيوت طين، فيه بيوت محمية للزراعة. أنا تذكرت أنه هتلر بدأ حياته فنان، لما فشل في الفن تطرف. أنا أعرف أقول لك عن قناعة، وهذه دراسات اجتماعية، أحسن معالج للتطرف
هو الفنون، الدخول في الفنون، سواء رسم تشكيلي سواء كذا. فلما شفت المشتل انبسطت انه احنا مسكنا الطريق الصحيح، انك انت تشغل السجين في حرفه يحسس يشعر فيها ذاته، لانه في الاخير هو جدد الثقه في ذاته. بالضبط، جدد الثقه. هو ايش المتطرف؟ هو انسان يبحث عن قيمه له، يبحث عن مكان له. انت اعطيته المكان يسوي منجره، يسوي كراسي، شفت كراسي حلوه كنت بشتريها، قالوا ما هي للبيع. بعدين انتقلنا للبيت العائلي، وهذا مفهوم له 5 سنين عندهم. مفهوم هذا يخلي الإنسان يطمح للحياة، يجيبون أسرتك ويحطونك في بيت عائلي كأنك في بيتك، لا في كاميرات ولا شيء، كل القائمين عليه نساء كفاءة عالية سعوديات. دخلت هذا لقيت واحد دمه خفيف اسمه أبو سعود، كان هو وأسرته، جاء على طول حب رأسي قال يا أحمد أنا أحبك والله، تابع ما أنسى أنت عامل المعرفة من قاعد يطريني كثير. هذا ما يعنيني، يعنيني أنه قال لي أحمد أنا أشكر كل درس وأشكر البنات ذولا بالذات. فقلت للبنات وهم يسمعون أنه الناس يبون يا أخي شكر إذا أنهم أنجزوا عمل. بعد كذا دخلنا على المنطقة الأخرى السجن، قالوا لي هذا السجن كما تشاء، ورني هذا السجن الانفرادي، شفت السجن الانفرادي، مع أنه كان أنا تخيلاتي أصغر. طبعا أنا قبل لا أدخل السجن أنا كنت أقرأ عن السجون، دخلت مرة في مصر أزور واحد صديقي في مصر، الحقيقة مخيف في السجن، وقرأت أدبيات للسعوديين سجنوا، كان مخيف وكان عندي تخوفات كثيرة وهواجس كثيرة. لما دخلت أقول لك 70% من هزال، لم أرى له سرعدين تحت الأرض، لم أرى أدوات تعذيب مخيفة. أنا قرأت في الأدب المصري بالذات أنه تعاملهم أحيانا يضربونهم بعصي، أحيانا يدخلون العصي في مؤخراتهم، شيء مخيف. اللي هذا طبعا على الهامش الحين استرسل. طبعا انا كاتب 4 مقالات عن زيارتي توجيه في المدينه، ما حقول شيء منها، بخلينا نستقرا في المدينه ايضا. طيب. ذكرت كلام غير هالكلام. بعدين دخلنا السجن، الاجنحه الحقيقه انبهرت، هذه اعطوني، قلت لهم ابغى المجلات، يسوون مجلات شهريه خل الشباب يشوفونها، هذه روائع مثلا، هذه روائع المجلات يسويها النزلاء. نعم، يسوونها النزلاء. وبعدين الموضوعات، التغذيه الصحيه، قيمه الانسان، موضوعات حلوه، مقابلات، شعر شعبي، شعر عربي، هذه مزن واحدة من الأعداد، قالوا ننتظر بكرة بيصدر عدد جديد، قلت لعنة وروح. وسألت من يسويها، قالوا وحنا نخطها بيدنا، الكاتب والخطاط والمصور والمعد كلهم من النزلاء. وخل الشباب يطلعونها، ارفعها شوية. أبشر. لا خل هذه مزن خلها ثابتة شوي، هذه مزن. لا وأوريك الثانية، هذه اللي أكثر الروائع، هذه أيضا شوف مثلا كاتبين وحات تذكرني بالصحف الحائطية اللي كنا نعملها في المدارس من قلب، وخطاطين مش أجهزة عالية. أيضا لفت نظري التفاؤل اللي عند الشباب، يا أخي تفاؤل، يعني واحد أكثرهم تفاؤل كان عليه 14 سنة محكومية، أقسم بالله تفاؤل أكثر من اللي أكثر من بعض الخارجين اللي خارج السجن. يعني سألت انه هل نحتاج الى ندخل السجن عشان تتحسن نفسياتنا؟ النفسيات عالية، مقبلين على الحياة، ويسلمون ويتابعون يناقشوني في قضايا قلتها بها هلا بالعرفج. وبعدين قالوا هذا البقالة وهذا كذا وهذا كذا. لفت نظري ايضا، قالوا اختار غرفة، اخترت غرفة، دقوا الباب، قالوا نستأذن اصحابها، دقوا الباب قالوا انه احمد يسلم عليكم. واحد قال ارجوكم انا احمد احب ولا ابغى يشوفني بهالحالة، يعني اني بالسجن ابغى اشوفني مكان. احترمت رغبتهم، مشينا شوي لقينا واحد عارض رسمات لوحات، والله وقعدت قبل يشرح لي، تقول يعني فناني لا بعد الحدود، رسم ونحت وما ادري. مشينا شوي لقيت واحد يدق عود ومعه وقاع، وقفت انا وياه، جلست اغني وقلت له ايش تغني؟ قال انت اللي تبي. هذا سجين طبعا، انا بختبر ذائقته الادبيه، فقلت له ابغاك تغني لي البشير ولأم كلثوم عشان نشوف المسافه بين الفنانين. قال لي بشير وش تحفظ؟ قلت له والله انا حافظ كثير البشير. انت حافظ يا ليت سوق الذهب؟ قال لي والله حافظها. ونغني يا ليت سوق الذهب يفرش حرير، مشان فيها الحبيبه شفتنا ساره وانا بالسوق السير، وكلمتني وانا جاوبتها وصورناها. بعدين غنيت معه حب ايه اللي انت قلت عليه مع ام كلثوم. بعدين انا صراحه طمعت، قلت ابغى اجيبها فيها لا بالعرفج، فطلبت من المسؤولين، قالوا لازم هو يكتب اقرار خطي، احنا ابدا نرحب وفرحانين وانت تصفق معه وتغني، بس اقرار خطي الان انتظر اقرار خطي انه هو يوافق على اساس حمايه حقوقه، وهو نزيل، لاحظ النزيل. طبعا لو بتكلم عن اللي شفته، انا اتذكر قصيده لمحمود درويش لما سجن، كانوا يطلعون ساعه باليوم بالشمس ساعه، فكتب قصيده على هذه الارض ما يستحق الحياه، اول الحب وساعة الشمس في السجن. سألتهم لقيت كل جناح فيه بلكونة خاصة تطل منها، قلت لهم يا جماعة تطلعون ساعة؟ قالوا لا طول الوقت طالعين.
البقالة قالوا البقالة مفتوحة طول الوقت. أيضا لفت نظري وهذا الشيء اللي أتمنى تجربة السجن تنقل لخارج السجن، وهذا من العجائب، إدارة الوقت. وين ما تروح تلقى إدارة الوقت. أنا أدري يا خالد وإنك خنتني، لأني لما دخلت كل ما قابل ناس يسلمون علي ويرحبون قالوا جانا صديق خالد. كيف ما تقول يا خالد أنت بتذاكر من ورانا ولا إيه؟ تدري أنت قاعد تتكلم وأنا بتكلم، أنا لو ما كنت موجود، بس أنت حرقت علينا مفاجأة. لا ما حرقت، احنا نساند بعض. احنا عندنا الاسبوع، خليني اعلنها الان. ايوه تمام. في اهلا بالعرفج، الاسبوع القادم نعم باذن الله ستعرض حلقه متكامله عما راينا في سجن الحائر. انت قاعد ترويها للناس بكلامك، تبي تكتب مقال. نعم احنا رحنا هناك وصورنا كل اللي قاعد تقوله، أنت صورناه ووثقناه، وفي مفاجآت وفي أشياء خلف الكواليس. الله يزيد. ونسمع واحد راح ورا الشمس، وش ورا الشمس؟ نبي نستكشف اللي ورا الشمس حنا. نعم. فسوينا حلقة متكاملة، وشكرا حقيقة يعني الباحث العام والأمن الدولة أعطونا الضوء الأخضر، وأقسم بالله وأنا أقول لك إياه لم يمنعونا من أي شيء نصوره أو نسجله أو نوثقه أو ننقله. واللي قلته أنت راح يشوفونه بالصوت والصورة المشاهدين إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله. أنا سعيد. لو جاك أحد قال لك أنا ماني مقتنع طيب على الكلام اللي قاعد تقول، إحنا طبعا بنخلي يشوفون. أيوه حجاوبك حجاوبك، بس أنا خليني أكمل. أنا أقول لك اللي شفته الأشياء الإيجابية اللي أنا كشخص استفدت منها. ناقشوني حول قضية هل يقال الحائر أو الحائر. أيه. قضية لغوية هذه. قلت لهم أنا حسب دراستي في قواعد اللغة أنه أي فعل مثل صار طار فاز فهو بالهمزة، فاز فائز، طار طائر، غار غائر، سار سائر، حار حائر. انبسطوا من هالمعلومة وقالوا بنحطها في المجلة. زرت النسبة قالوا طمعنا، فسجلوا من عندهم استديو في قناة خاصة بالسجن كله قناة، قالوا بنسوي معك حوار. سووا معي حوار، ليش كنت في القهوة وليش تحب الحيوان. ترى حتى في كل سجن في القنوات الفضائية كلها. صحيح. وللمعلومة حتى يا أهل بالعرفج في ناس لهم متابعين. قابلت واحد اسمه عبد العزيز. اي قابلته، هذا بلغني امانا يا سلم ونقلت لك السلام الحمد لله. الغريبة. ما اشوفه وشفته انت. الغريبه يا اخي اللي اقول لك، حتى المسؤولين في السجن قالوا يا احمد منين لك الشعبيه ذي، كثير ناس يجونا لكن شعبيه كبيره. قلت يا اخي اللي برا مشكله يصنفوني ليبرالي، وهذول يحبوني، هذه نعمه من الله عز وجل انه هذول يحبونا. جميل. ايضا انا بتكلم عن لفت نظري شيء لعلهم لا رحت مره ثانيه ازور، انهم يعطون المستشفى متكامل. وسمعت وعرفت ان الانسان لا دخل الزنازير يسوي سمكر الاسنانه، قص معده، ليزر. فانا قلت له والله ودي بليزر، قالوا لا ما في. وبعدين في خلوه شرعيه، في الفياجرا متاحه ومجانيه. الحقيقه انا ما هو في الاخير سجن، شوف ترى الناس يفهمون غلط، في الاخير هو سجن، لكن اشهد لله ان السجن حسب ما قرأت عنه الان تغير تماما. هذا واحد. ثانيا إن كل العاملين فيه ينظرون على هؤلاء أنهم مرضى ومساكين ويحتاجون عطف، ما ينظرون على الانتقام وتشفي، وأنا مسؤول أمام الله. وما شهدت إلا بما علمت، وما قلت إلا ما شهدت، وما كتبت إلا ما رأيت بعيني، والله على ما أقول شهيد. أما سؤالك أنت لو قدر، أنت قلتها لو قدر لي أن أسجن يوما ما أنا لا سمح، لا سمح الله، لا سمح الله، لو قدر لي أن أسجن لاخترت السجن الحائر، لأن السجن بطبيعته مر، وفي سجن الحائر قطعا من السكر تخفف المرارة ولا تزيلها، تخفف المرارة. الشيء الثاني على فكرة المقولة ذي بعد قالها واحد قبلك. نعم أنا أقول أول من قالها. لا مش أنا واللي قالها راح يشوفونه في الفيلم مشاكل. نعم مفوض. بس أنا أيضا أقول لك أنه هذه لو لا سمح الله. الشيء الثاني مهم أنه قد يعتبروني أنا أبالغ ولا أكذب ولا أحد قال لي قلها الكلام. أنا لا أملك كل الأولو العجلان، أقسم بجلال الله اللي يحفظ لي أمي وهي أعز ما أملك، ولن وضحي فيها في هذا الموضوع زي ذا لا يستحق، يعني موضوع عادي، إني ما قلت إلا ما رأيت، ويمكن أكون قصرت فيما. هذا واحد. ثانيا يعني أي واحد يشك إني أنا أقول كلام غير مقتنع فيه أنا مستعد، وهم أعطوني الضوء الأخضر، قالوا أنت يا أحمد تعال مع أي شخص يبحث عن الحقيقة، مو واحد مشكك ولا واحد عنيد. العنيد لو إيش ما ينفع فيه، لو أحد طلب إنه يزور أو مجموعة أنت بكلمنا وحنا أنت تروح معهم، لا نتدخل بأي شيء نهائي. جميل. لا نتدخل. طلبتهم أيضا أنه فيه صديق لي في بريدة واثنين في جدة بغزورهم، قالوا قبلها بساعة بس على أساس نحدد لك في المكان ويفتحوا لك البواب. بس طيب منو صديقك اللي زرته؟ لا
ليس من المروءة أن يقولوا الله يرفع عنه ويفرج عن كل من يستحق الفرج، لكن ليس من المروءة. بعدين أنا الحمد لله شوف نيتي لله، اطلعت على سجن وأنا صغير أسمع عنه وشفته بعيني. طيب الموضوع جدا مهم، كويس إنك رصدت اللي شفته أنت، وأعيد بس وأكرر حتى بس مشاهدينا ما ينسوا الموضوع، الأسبوع القادم إن شاء الله سنعرض في برنامج يا هلا اليوم إن شاء الله حلقة متكاملة بالتفاصيل عما رأيناه في سجن الحائر، فتابعونا إن شاء الله. لا وحنا حنتكلم بفترة وفترة، وأنا كاتب من بكرة مقالات لمدة 4 أيام. طيب إيش رأيك نبدأ بأخبارنا؟ يلا بسم الله. ناخذ خبر الأسبوع من أخبار 24 إلكترونية، مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين إلى 5000 ريال أمام الشورى. الخبر الأول من صحيفة أخبار 24 بعنوان مقترح برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين إلى 5000 ريال أمام الشورى. ينتظر أن يناقش مجلس الشورى الثلاثاء بعد المقبل مقترحا بتعديل الحد الأدنى لأجور المواطنين المسجلين في التأمينات الاجتماعية ليصبح 5000 ريال. رأيك؟ أبو سلمان شوف، حنا ما ودنا نكثر الكلام في الموضوعات، ولكن نحب أن نذكر، ذكر فالذكرى تنفع المؤمنين، والذكرى تنفع، والإنسان مهما كرر وزاد أحيانا كثرة القرع على الأبواب أن يلجأ اللي دائما يطق من أدمن طرق الأبواب ومدمن القرع إلى أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ. حنا بنزيد ونعيد على موضوع الأجور للأسر الفقيرة. حنا تعرف في الأخير حنا أسرة واحدة، حنا الله مكننا أنا وإنت والإعلاميين كلهم اللي لهم منابر، أعطاهم الله قدرة على الكلام ويصل الرسالة يوصلونها لأصحاب القرار والشعب تحت. فحنا همزة وصل لا همزة قطع، ركز على ذي، همزة وصل لا همزة قطع، هذا أولا. أنا أتمنى إنه الأمور بتدار بشكل أبسط من كذا. في أسر كثيرة فقيرة تحت خط الفقر، يعني واحد راتبه 3000 متقاعد، أنا أعتقد هذا بدون ما تنظر حالته هو يحتاج دعم. أنا أتمنى إنشاء هيئة صغيرة في كل إمارة اسمها الهيئة العامة. الهيئة طيب العامة. الشباب يقولوا المايك حقك فيه مشكلة، ما أدري أنت بلعت وتتكلم ولا لا؟ أبداً صوتك ما عاد يطلع، عشان ما تفوتنا أي معلومة خلنا نطلع فاصل. طيب ونرجع بعد الفاصل ونكمل. أهلا فيكم من جديد، نتابع فقرات يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج. معلش يا دكتور على القطع، أنا كم سحب وجهي. لا بالعكس، فرصة شربت شاهي والله. طيب أنا دائما أنظر للأمور بإيجابية. طيب إحنا تابعنا الخبر، كان الخبر يعني من صحيفة أخبار 24 إلكترونية، وكان عن مقترح الشورى برفع الحد الأدنى لرواتب المواطنين إلى 5000 ريال. بدأت تتكلم عن الموضوع، عد من جديد واسترسل فيه. أبشر أبشر طال عمرك. شوف أنا أقول إنه 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 دائما حنا الله عز وجل، حنا اللي ماسكين منابر إعلامية، أعطانا الله عز وجل مهنة أن نخدم الناس، تخدم الناس. هناك أصحاب قرار وهناك شعب، وفي همزة وصل. حنا الحمد لله همزة وصل لا همزة قطع، نحاول أن نوصل الرسالة. عندي قناعتين أنا لا يمكن أغيرها أبدا. قناعة أنه أصحاب القرار لديهم كل الرغبة الصادقة أنه تصل المساعدات إلى مستحقيها، وعندي قناعة أيضا أنه ما زال هناك مستحقين. هالثنتين لا يمكن أتنازل عنها، أنه فيه شخص حريص على أنه يبحث عن من يستحق، وفي شخص مستحق لكن ما قدر، يا متعفف يا يستحي يا ما له حيلة يا شايب قرية ما يعرف التكنولوجيا، في مشكلة في ذا. اللي راتبه 3000 متقاعد أنا أقول لك بدون تفكير وبدون دراسة حال يستاهل الدعم، لأنه 3000 الآن وش تسوي؟ صحيح الدولة ما قصرت، جابت حساب المواطن، جابت كذا. أنا أتمنى الآن ينشأ الهيئة العامة لقياس أحوال المعيشة، الهيئة العامة ويوضع لها مكتب في كل إمارة من الإمارات، ويقولوا للناس اللي محتاج يقدم، لكن لو واحد يكذب أو يزور أو ذا الباب السجن مفتوح له، ما حد يتقدم إلا هو. أنا والله راتبي 5000 ريال وعندي 5 أطفال وعندي مدارس وعندي سيارة،
اقرا هل ممكن اسوي دراسه، هل ممكن هذه ال5000 تكفي؟ لا، في تقرير انا اعتبره من افضل التقارير سوته مؤسسه الملك خالد الخيريه، تقرير حد الكفايه، جبته حد الكفايه وحطه. وانت ما انت يعني المسؤولين ليسوا بحاجه انه يخترعوا العجله من البدايه، الدراسه يستفيدون منها، حساب المواطن دعم، الضمان دعم. بس ترى الدراسه اللي تكلم عنها مؤسسه الملك خالد يعني خلصت لنا معدل حد الكفايه هو 9000 ريال. 9000 ريال انا هذا قصدي، احنا الان مجلس الشورى يدرس 5000 وذولاك 9000، سددوا اقاربه، خلينا احنا نشوف. انا يهمني نوعين، يهمني اللي بخط الفقر وما فوق خط الفقر، ما وصلنا للطبقه المتوسطه. الملك خالد الله يرحمه يقول احرصوا على الضعفاء، اما الاقوياء فيعرفون كيف ياخذون حقهم. احرص على الضعيف، انا يهمني هذول اللي يمكن ما يمثلون 10-15% في السعوديه، كبار السن متقاعدين وناس ما عندهم دخل كافي. اتمنى مجلس الشورى لو قعد 3 جلسات يزيد ويكرر، لانه متاكد، انا قلت لك عندي قناعه ان المسؤولين لهم رغبه انه المال يصل لمستحقيه، وعندي قناعه انه ما زال هناك مستحقين لم يصل لهم، لم يصل لهم. ولذلك احنا لازم حساب المواطن ذراع جيد، هذه نبغى اكثر من ذراع تهيئ للناس. وانا قلت لك يهمني خط الفقر وما فوق خط الفقر، طبقه متوسطه زي خالد العقيلي هو يدافع عن نفسه العقيلي، الاغنياء مثلك يعني يدافع امورهم طيبه. والله الحمد لله، انا الحمد لله يعني قللت نفقاتي. الشياب يقولون دواء الغالي تركه، اي شيء غالي تركته، الذبايح تركتها، اللحوم، اتجهت الى الفول والعدس الحمد لله، الخبز بريال والفول بريالين. كنا معزومين الاسبوع اللي راح كان في بوفيه مفتوح، كنت بختبرك انت فعلا صرت نباتي ولا تقعد بس تتكلم؟ انا بضحك على نفسي، انا شايفني اهبل. لا لا صدق شفتك ما شاء الله تبارك الله، بس لا وشاء الله عندي الله يثبتك طول السنه. لا لا, لا يا حبيبي لن اجعل معدتي قبر للحيوانات. طيب وفي نقطه ثانيه، مجلس الشورى احنا اثنين عليه في الاونه الاخيره انه بدا يلتفت المواضيع اللي تمس حياه ناس وتمثل لهم اولويه. نعم، وما ابي نرجع لقبل لما قعدوا طولوا يتناقشون بالحد الادنى لرواتب المتقاعدين 3 ولا 4000. يا جماعه واصلوا هاللي اثنينا عليه واقربوا للناس ولا تتاخرون في فعلا رفع توصياتكم، ولن يعاقبكم احد لو انكم اقترحتوا اقتراحات حلوه. جميل، طيب نروح تصريح الاسبوع. تصريح صحيفه الاسبوع طبعا من روتانا نت، 3 خطوات تنقذك من ادمان مواقع التواصل الاجتماعي. الخبر الثاني من موقع روتانا بعنوان 3 خطوات تنقذك من إدمان مواقع التواصل الاجتماعي. لا شك أن الهواتف الجوالة ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تمثل جانبا مهما في حياة كل شخص، لكن الأمر أحيانا يتجاوز مجرد الاهتمام إلى الإدمان. لذلك سنحاول تقديم بعض النصائح لك لكي تتخلص من هذا الإدمان. أنا مشغول بمواقع التواصل ونسيت الحلقة، صار الناس حتى بمجالسهم نعم تلقى الواحد مو هو بيم الثاني ومشغولين بهالمواقع، ايش رايك؟ نعم، في واحد شاعر شعبي فصيح الحقيقة انه عبر، وانا من جمال البيتين حفظت، انا لا احفظ الا ما يستحق الحفظ. يقول ما عاد باقي بالمجالس تعالي، راحت سنين الفرفشة والوناسة، ان قلت هاتوا هرجة الرجاجيل، كل على الجوال دنق براسه. شوف فعلا طبعا احنا ننوع بالاخبار، يعني ترى تكلمنا عن الصحه والاسكان والتعليم، وترى في ناس في اللي ينتظروني اهل بالعرفه يسمعون اشياء تخصهم، اشياء بسيطه مثلا ارتفاع اسعار كذا، كتاب معين زي الخبر ذا. الان اصبحت الادمان على صارت ظاهره، والان في امريكا بحكم انهم متقدمين بالطب صارت سلسله الامراض، سلسله امراض السوشيال ميديا عندهم، الادمان، البصر، النفسيات. انا في نظري يعني وهذه مقولة شهيرة لي أنه نصف توترنا يأتي من تويتر، نصف توترنا يأتي من تويتر. جميل. صحيح، انقلوا عن العرفة، انقلوا عن أيوة. إدمان، وصلنا الإدمان نعم، لكن شوف النفس كالطفل يا بس، النفس كالطفل، كيف كالطفل؟ لازم أحيانا تغصبها. الآن اللحوم حلال، التمر حلال، هل الشايب يصرف في أكل التمر هو بيضره بالسكر؟ لا، يتوقف رغم أنه حلال. الإدمان حلال أنك أنت تقعد 24 ساعة بس، هل خلقت لهذا؟ هل خلقت لهذا؟ طبعا في دراسات اعتمدت عليها أنا كثير، أعطيك الملخص لها. الملخص اللي أنا أتبعه أنه خليها مكافأة،
انت تحب التواصل. انا بطبيعتي اقرا 100 صفحه بعدين اكافئ نفسي العب بالواتساب او السناب ساعه، وحتى اللي يتابعني بالسناب يعرفون الحصه الاولى انتهت. وساعتي كان 10 ساعات ما لا والله. ترسل لنا 60,000 مقطع لا لا لا, لا 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 هذا يا حبيبي ترى ما تاخذ 3 دقائق انت عشان غشيم تحسبها تطول تحسبني اصور ذا لا هي تجيني حسبت كل واحد ترسل والله لك والله. وانا افطر هذه شوف انا اسويها وانا افطر افطر بيد واشتغل بيد خيركم من اكمل من عمل يدي والله استغل الفرصه اسوي 2 في 1 امين. الشيء الثاني ضع مكافآت لنفسك، كل ما انجزت مهمه مثلا مرأة تسبع المواعين تنظفها، بعد ما تسبع تلقي نظره على السوشيال ميديا، واحد مثلا عنده قصيده عنده جزء عامه يبي يحفظه عنده معاملات يبي ينجزها ياخذ بريك او ما يسمى فسحه او راحه تعتبر حافز ما دام انت تحبها دائما زي الاطفال تقول له والله بشتري لك شوكولاته اذا انت حليت الواجب. ترى كنت طفل لا تحسبك كبير كلنا اطفال. النفس والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنعه. النفس مثل الطفل. الشيء الثاني الله يذكرها بالخير واحدة أم صالح كانت حكيم لا دخلوا عيالها حطت خيشة قالت أي واحد حط جواله ما تجون عندي تسولفون في الجوالات تحطها. هذه سياسة أم صالح سياسة حكيمة مكافأة الترغيب والترهيب. أيضا أنا من الناس اللي حط الجوال في غرفة بعيدة عن النوم لا تحطه بغرفة النوم مع أن في دراسة يقولك 70% من السعوديين يطلعون على وسائل التواصل قبل أن يغسلون وجوههم. إذا قلنا أنه ثلاثة قبل ما ينامون بعد نعم لا فأنت لما تقوم الصباح وتشوف مناظر سيئة ولا مقاطع سيئة تجيك كيف حتبدأ يومك بتعاسة حتبدأ. إذا كان يقول العرب ثلاثة تذهب الحزن الخضرة والماء والوجه الحزن. أنت لا عندك خضرة ولا وجه حسن ولا تشوف والله لا تضحك يا اخي مشكله الناس لما يضحكون وانت تتكلم لا اول واحد يقوم الصباح ببستان صحيح. مياه جاريه وجه حسن زوجه حسنه الان يتصبح اول 5 قتلى في انفجار في افغانستان. انا ما ادخل الله يكون بعون الافغان بس ما هو معقول تجي مقاطع فوق ال 18 مقاطع يشوفونها صلب وتقطيع وكيف بالله بفتح يومي اذا كان بداته. وفي الاثر يقول التمسوا الخير عند صباح الوجوه لما تصبح واحد زي العرفج اكيد يومك يصير حلو لكن تسبحه بدم وتستصبح بدم مشكله. انا اتمنى الانسان على نفسه بصيره اتمنى انه كل واحد يسال نفسه الوقت اللي ينفقه هذا اكتلف للعين وللجهد وعلى حساب الأسرة. أنا ما أقول لك نتركها صعبة كلنا ما نقدر نتركها لكن ننظمها نضبطها نجدولها. وأنا أتمنى بعد رسالتين. الرسالة الأولى يعني للشباب وللبنات لما يقعدون مع أمهاتهم مثل ما سوت أم صالح نعم. ترى ما تدرون عمق يعني سعادتها لما أنتم تجلسون معها. تخيل جالس معها بجسدك لكن فكرك واهتمامك يعني أي شعور يعني من الإحباط يمكن ينتاب أمك وانت تشوفها على تقاسيم وجهها وعيالها معها ولا هم معها أصلا. والثانية ونتكلم حتى للشباب وللبنات يعني بيسوقون إن شاء الله قريبا يعني اللي ينشغل بالجوال وهو قاعد يسوق عيب والله. دراسة يعني يمكن أخيرة وضحت نسبة يعني أن غالبية نسبة الحوادث في الآونة الأخيرة كلها من الانشغال بالجوال. بل إني أعرف يعني فقدنا ناس عزيزين علينا الله يرحمهم يعني الله يغفر لهم ويرحمهم. يعني واحد الأصدقاء فقدته الله يغفر له ويرحمه انشغل بجواله فارتطم يعني بسيارة شاحنة كانت يعني مواجهة يعني ورحل. وفقدت أخي الله يغفر له الله يرحمه يعني والله عظم الله أجرك وأجرنا يعني وكان كله بسبب أنه قد ينشغل الإنسان بجواله. فهذه نصيحة منا بس شبابنا وبناتنا بعد اللي بيسوقون قريبا إن شاء الله أن ينتبهوا لها. وفي نقطة مهمة كمان أيها أنا أسميها أداب استخدام الجوال. كمان حتى عندنا أحيانا فيه تخلف في الاستخدام. تلقى ناس معزومين واحد جالس بين الناس يكلم واحد صديقه بصوت عالي اي لا محمد لا 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 عطوا التيس الاول لا اتركه لا 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 خلاص انت بكره اتصل علي ويحرم الناس الموجودين متعه الحديث مع بعض. واحد يسولف معه جت مكالمه اطلع برا يا اخي ما تزعج الناس على سواليف ذوقي وغالبا سواليف بايخه. ليت الحين اشعار للمتنبي ولا تفسير من تفسير القران لا كلها خرابيط من زين السوالف. اي والله محمد باع السياره حقته كم باعها ابو عبد الله ما جابت الا 15 والله على بالي ب 20 موضوع. طيب نروح للمزاين الكتب. اخترت لنا كتاب لعميد الادب العربي طه حسين كتاب الايام. طيب طلعوه بالشاشه طلعوه ترى مو لازم اقدر اشحذكم كل اسبوع انت تقول هو يطلع طيب. يعني تلقائي بس انت قاعد تحشر نفسك باشياء المخرج قاعد يسويها اصلا. طيب خليني اقول لك اول شيء قواعدنا اللي ناسسها كل يوم. لماذا تقرا سؤال العقاد؟ قال لان حياه واحده لا تكفيني.
أيضا أنه تلخيصنا للكتاب لا يعني أنه الكتاب اكتمل، أنت تأخذ فكرة فقط. الشيء الثالث أنه ما يرد في الكتاب قد لا تتفق معه وجهات نظر. أما ما يخص طه حسين فأنا لي تجربة معه، هذا الرجل الكفيف أنا قرأته أول ما بديت أكتب في جريدة المدينة ملحق الأربعاء، هو له كتاب اسمه حديث الأربعاء، فأنا قلت أربعاء العرفج وأربعاء يا هلا بالعرفج وأربعاء طه حسين، خلينا نشوف إيش فلسفة الأربعاء. الحقيقة ما حبيت طه حسين في ذلك الوقت. ليش؟ بقول لك يا أخي طول بالك، لا شديتني يا أخي، بقول لك أنا ما حصل بيني وبينه ود، لكن مع نمو الفكر. أنا قرأت هذه الرواية السيرة ذي قريتها قبل 25 سنة، الآن لما قريتها قريتها بعقلية ثانية، أكيد مدارك الوعي توسعت عندي، صرت أكثر فهم للناس، عرفت إيش معنى الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس، عرفت ما معنى طه حسين، عرفت ما معنى أنك تقرأ سيرة واحد كفيف. ترى هذه أول سيرة كتبت في الأدب العربي لكفيف، في شعراء كفيفين أبو العلاء المعارف ذا، لكن كتبوا الشعر أول مرة واحد يكتب لك أنه المرأة عورة والعمى عورة، أيضا عم عورة. يقول ما كنت أكل قدام أهلي لأني متخلف، كنت أكل بيدين اثنين إخواني ضحكوا علي فحلفت أني ما أكل لوحدي، لأني ما أعرف أنا معاناة أعمى لما تفهمها تفهمها بشكل مختلف. أيضا هذه رسالة للمبصرين، هذا الأعمى درس في الكتاب وعانى من المشايخ اللي يضربونه صغير زي ما كنا نتعلم في الكتب، وراح ودرس فرنسي وتعلم لاتيني وعجبت فيه امرأة فرنسية وتزوجها واخذ الدكتوراه ورجع وصار وزير ثقافة في مصر. أنت مبصر وعطاك الله عينين ولسانا وشفتين وهداك النجدين ولا سرت زيه، هذه أنت تحطها رسالة. إيش اللي يميز طه حسين عنه؟ ليه ما تكون أنت طه حسين؟ بعدين عنده فصاحة، أنا أقول لو كان واحد يكتب سيرته يقرأ السيرة دي ثلاثة مرات يقرأها قراءة، إيش العمق؟ إيش الإبداع؟ إيش الأدعية اللي جيبها؟ إيش الإيمان الروحاني اللي داخل؟ إيش الصراحة اللي عنده؟ صراحة لا متناهية. كمان كان يعني يقول أحيانا زوجتي تروح أنا أمسك البنتي أمينة وربيها وأغير لها الحفاظة وكذا، وهذا طه حسين عميد الأدب العربي. أيضا شجاع، قال الأدب العربي تأثر بالأدب اليهودي، كل الناس قاموا عليه، قال ما يعنيني. أنا أشكر أيضا تلفزيون مصر سوى، حنا حطينا الرابط مسلسل عنه 12 حلقة عن الأيام فقط عن طه حسين. الكتاب أيضا كله موجود على النت. سيرة طه حسين سيرة عطرة يا أبو سلمان، سيرة لأي واحد ملهمة أي واحد. وبعدين تعرف هذا يسمونه الجسر الثقافي، هو درس في التعليم القديم وجابك للجديد، هو سيرة صراع بين القديم العتيق والجديد الأنيق، كيف جمع بينهم، كيف انتقل واحد في قرية صغيرة طلع من الكفور والنجوع في مصر إلى أن يكون نجم في السربون، ورصد نقاط التحول يعني كلها لا وكان صريح، لذلك أنك حين تمل من كثر ما يطول يا رجل. أكلب الملعقة قعد 30 صفحة يتكلم عن أكلب الملعقة وكيف كان يعاني من الأكل في الملعقة وكيف كان يعاني من أخواته ومن أنهم يضحكون عليه، كيف كان يعاني أيضا أنه تعرف تركب وما يكتب هو يملي، كيف أنه يمن عليه اللي يقرأ له يمن عليه واللي يملين فيجلس يترجى يتصور. لأن أنا طبعا عمي الله يرحمه كان كفيف وعارف هاي، لما نجي عنده تكفى خذ يا أولادي قرأ لي هالفصل هذا، أمنا نبدأ نقرأ نقرأ ومسكين عارف أنه فرصة، ولما يحتاج شيء تكفى يا أولادي أكتب أكتب بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت كذا كذا وتقيتم. يعني شوف معاناة في تحصيل العلم ومعاناة في إخراج العلم، ومع ذلك أخذ الدكتوراه من السربون ترى، ومن جامعة أم القرى وجامعة الإمام مع احترام للجامعة أو جامعة إسلامية كلها درس فيها أقوى الجامعات في العالم، ودرس فرنسي ولاتيني. قبل لا تدخل السربون لازم تعرف اللغة اللاتينية. لا وش القضية الكبيرة اللي مسكين تعب ومات في غصة؟ هو زي أنا بالنسبة لي أرى أن الشعر الجاهلي أكثر منحول، كتب كتاب اسمه الشعر الجاهلي، قام عليه الأزهر وشنعوا وطردوه لأنه قال يا جماعة ما كل ما وصلنا من الشعر الجاهلي صحيح، بعضها من منحول، بعضها مثلا العرفج شهير يجي واحد يحط مقولة على لسان العرفج، قال خلف الأحمر كتب قصائد ونسبها لامرؤ القيس وللمراقس الأربعة والعنتر، وليس صحيح. أنا أجزم أنه شعر عنترة ورأسي وسيفي يشكو من ويش وسيفي يداوي من يشكو الصداعة، ما يمكن ترد هذه على لسان عنترة، لسان جايب شعر رقيق رقيق جدا، شعر مخنثين وينسبه إلى عنترة، عنترة رجل جاهلي ما يمكن يكون هذا الشعر له. لا بعد ما طبعا كتابه ذا جميل إن شاء الله نستعرضه في الشعر الجاهلي، قام عليه الأزهر وقاموا عليه الناس كله، وبعدين أمننا حنا الآن أنه كلام طه حسين هو الصحيح. جميل. طيب خلوا نروح لفقرة البرواز، عادة على الصورة ويعلق عليها الدكتور، خلوا نشوف صورتنا.
دخول العائلات أيه. في مباراة الهلال والاتحاد أيه. الماضية، وهذه لقطة صورة وفيديو من مدرجات العائلات. خليني أقول لك تغريدة كتبتها. ليش مباراة، أنا في نظري بدون تحيز، مباراة الاتحاد والهلال كانت أجمل مباراة في الدوري للآن بلا منازع، لكن ليش هذا السؤال؟ أنا يوم حنا صغار في الحارة، تعرف البنات الحارة قاعدات، فكل واحد يظهر أول شيء، يكون إذا ما في بنات تلقى واحد طالع زرير ومفتح شعره منكوش، لا صار في بنات رتبنا الشعر زرنا زرير، الثوب كان منوسخ كذا، تلقاه مكوي منظف عشان البنات. أنا أعتقد إنه وجود البنات في الملعب خلى كل لاعب يعتني، أخلاقه عالي، لاحظ ما كان في كرة صفراء ولا حمراء، كل واحد يمثل إنه أخلاق صحيح، والله يمثل إنه أخلاق. الآن طبعا البنات دخلوا الملاعب، العوائل دخلوا، ما صار شيء، ولا كانت الناس كمان مرة يعني انه يتوقع ردود افعال وانه بيصير اذيه، ابدا الناس سلكت بهدوء، ولا هو كل الناس ايضا، احنا نتركه خيار، انا اقول لك لا تمنع احد، خلي الناس تروح، مو كل الناس تبي تروح، مثلا انت ما رحت، انا ما رحت، مو لازم تروح، انت خلوا كخيار موجود للناس. لمن يريد؟ ايوه الناس طقطقة حلوه، طبعا في بعض الناس حاول يشوه الخطوه الجميله وجابوا صور من ايام الوطني من الايام الاحتفال باليوم الوطني وحطوها، هي ما هي صحيحه، في صور مدبلجه، في واحد مثلا كاشف زوجته كاشفه متغطي، من حقه يا اخي، هو ما يبغى حد يعرفه، زوجته ما حد يعرفها، لا يعني الطقطقه حلوه لكن لا تعرض الناس، خليهم زي ما في ناس قال سبحان من انقلبت الموازين، الرجل هو من تحجب غطى وجهه والمراه كشفت وجهها، يعني كان بعضهم يعلق على الصوره اللي انتشرت، تعرف خلي الناس تعلق، اهم شيء ان الخطوات تمشي، واهم شيء انه حصل انه كل واحد صار مرتب ومهذب زي ما كنا صغار وحنا زمان. بس انا خوفي بس بعدين اللاعبين يصير يهتمون بقصات الشعر وهالسوالف يعني في الفتره الجايه. والله النظافه على كل حال حلوه، ازين من الوساخه. اهم شيء المستوى والاداء بس والاحترافيه، هذا اللي نبيه في لاعبنا السعودي المحترف. ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله يبيضون. والله مبشر بخير. يبيضون الوجه. لو لعب الهلال والاتحاد مبارياتهم طول الموسم كذا اخذوا بطوله اسيا بالراحه. تمنيت ان فزنا عليكم بس عاد انتهت. لا تضيع وقتنا، خلينا بشغلنا بس. طيب نروح معنا مقاطع فيديو. طيب عندنا فاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل الفقرات المتبقية من أهل بالعرفج. يا أهلا فيكم من جديد، نتابع فقرات يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج. دكتور وصلنا إلى مقاطع الفيديو اللي اختارها كل أسبوع. أي والله تفرجوا لي نستعرضها، خلينا نشوف أول مقطع اخترنا لكم. شوف هذا طبعا انا يمكن انا صغير لحقت على هذه الاشياء في المدينه ومكه. هذا مقطع طبعا هذه الخاله او الفنانه فتو النافعيه، واللي تعزف معها ايقاع هي الفنانه الكبيره توحه. واليوم كان بيني وبين الاستاذ توحه اتصال وقالت ان شاء الله يوم نسوي مقطع خاص بأهل بالعرفج وهذا الموضوع، يعني حياة طبيعية زي ما قال الفنان محمد صديقنا الناقد الفني محمد سلامة، قال أقل ما يقال عنه أنه مقطع يعود إلى الفطرة الطبيعية بس. والفن والفنان لا يا شيخ. أي وبعدين يعني شوف المرأة ما شاء الله تغني كذا بثقة وبروح جميلة بروح جدا. نعم. طيب نشوف مقطع آخر. هلا يا أخي يا زين البر، أنا أحمد العرفج، يقول أحب البر والمزيون وأحب البدو والأوطان وأحبك قبل لا يدرون هالي وأهلك ولا الجيران. شوف البر نعمة من الله، متى ما شعرت بضيق اذهب للبر. شوف حتى الحيوانات لما تكون في البر تكون أخلاقها ونفسياتها أحسن من لما تكون محشورة بصندق ولا بمكان. وغازي قصيب الله يرحمه قالوا له يعني متى تشعر بعظمة الله؟ قال عندما أصلي في صحراء، الصلاة بالصحراء تحسسك بعظمة الله. شوف كيف والرمل هذا كمان انك لما تدفن رجليك فيه تسوي كذا واحيانا كذا واحيانا كذا، والله رياضه حلوه. لا تضحك ترى مو وقت ضحك يا اخي. لا صحيح كلامك صحيح.
لا مشكلتكم تضحكون. بسوي سوي زي لا كذا مره كذا مره كذا مره كذا مره كذا. خلاص خلاص طفل. احب البر والمزيون. انا ارسل المقطع واحد من الزملاء. ايه اشوف خويف ايش قاعد يسوي. ايوه هذا شوف عشان نكون بالصوره، هذا المقطع في تحدي بيني وبين اصدقائي ضمنهم ابو عبد العزيز، انه عندنا نظريه انه الناس دائما تركز بشكلك اكثر ما تركز في المضمون، فانا حطيت هذا وقلت لهم شوفوا انا بلبس بجامه سوداء وهي غريبه شوي، حيركزون الناس عليه ونحطه في تويتر واوريك كم واحد، اولهم فايز المالكي، نزل المقطع وفرحان قال كلامك حلو مره لكن السروال البجامه السوداء حكايه ثانيه، انت انخميت كلهم انخم. يا جماعه ركزوا في المضمون، انا جبت كلام الغاز القصيبي خطير، وجبت دراسة عن أن الحيوانات في البرية تكون أخلاق أكثر ما تحطها بصندقة، وجبت أغنية الميحد حمد الله يطول عمره أحب البر والمزيون وأحب البر والأوطان، هذه كلها ما حد تبقى ما شدكم لسروال أحمد العرفة بالضبط. فيا جماعة البدو يقولون الرجال مخابر ما هي مظاهر، يا جماعة ركزوا على المضمون دائما ركزوا، ليش الساعة باليمين ليش كذا، ركز بما يقال لا تركز بالمتحدث والتركيز هذا، هذه النظرية ثبتها أنا هنا وإلى الآن ادخل بالنت تلاقي كل اللي مكتوبين كاتبين في تويتر اثنين ثلاثة اللي ركزوا على المضمون كلهم يقولون والبجامة السوداء، واحد رد عليهم قال يا جماعة الحين أحمد قال كلام يستحق التأمل، تركتوه ركزتوا على الأسود، أنا على الأسود لا يليق هذا كان في خبوب بريدة ها؟ نعم من أجمل الأماكن في البر يمكن تطلع فيها أتوقع الخبوب بريدة. طيب خلينا نشوف بعد عندنا مقطع فيديو أخير يمكن نشوفه. ما في ما فيكم فاتح واحد يا ستي. حاول حاول ما شاء الله ما في كلكم نادي الاتحاد. ما شاء الله ما شاء الله. هذا الشيخ عادل الكلبان وهو يطقطق على اخويا في مخيم بهالطريقة. شوف يعني الشيخ عادل الكلباني تحول من شيخ إلى أيقونة فرح، يعني الحقيقة الناس تتقبل منه، يمكن هذا الكلام هو يعني في ناس سبحان الله لهم قبول، يمكن حنا في أهل بالعرفة عادل أنه لقى الكلام يقبل منه، هو الحين أنا اتحادي ولا زعلت ولا أيضا أحد يزعل أنه كلكم يعني ما بيكم أحد فاتح كلكم سمر، الناس بدأوا يتقبلونها. وذكروا حنا صغار مرة واحد أسبراني قلنا له يا أسود، قال لو ما السواد غالي ما سكن في العين، طلال مداح الله يرحمه يقول غنوا معايا للسمر السمري عاجبيني. انا اعتقد المقطع ذا هو انتشر لكن لا ناخذه بحساسيه، ترى الرجال يعني جمهور الاتحاد وشارع المنصور كلها اسقاطات جميله ما فيها ما يزعل، وعرف عنه دائما يعطيك في نص الجبهه بعدين هو يعني هو ما شاء الله يعني ما واضح انه ابيض مره يعني. طيب يعني ما زعل من نفسه. نروح لاخر فقراتنا سيره تويتر، عاده نختار اغنيه ونعرض تعليق لاحد من جايله هذه الاغنيه وقفوا عليها. أغنيتنا لهذا الأسبوع أغنية سليم، يا سليم، هذه الأغنية اللي أتوقع كلنا نذكرها وكلنا نحفظها من كلمات وغناء عبد الله محمد. خلونا بنشوف الحين قصة هذه الأغنية من الأستاذ صلاح الدين مدير، وبعدها إن شاء الله سيكون مقطع بتشوفونه وتتابعونه قديم جدا لهذه الأغنية سليم يا سليم وش أسوي بمحبوبي، وبعدها يعلق الدكتور. مساك الله بالخير دكتور أحمد العرفج، مساك الله بالخير أستاذ خالد، ومساء الخير على مشاهدينكم الكرام. الحقيقة أنا أشكركم على هذا البرنامج الجميل اللي بننتظره من الأسبوع للأسبوع، برنامج هلا بالعرفج. اليوم حنتكلم عن الصديق المرحوم مسفر القثامي رحمه الله. تعرفت على مسفر عام 77 ميلادية، أحيا حفل زفافي في مكة المكرمة، واستمرت العلاقة معه. وهو مسفر يعتبر من أفضل المطربين الشعبيين، وإن لم يكن رائد الأغنية الشعبية في بادية الحجاز. بدأ في الستينات والسبعينات الميلادية من القرن الماضي، له الكثير من الأغاني الجميلة التي يمكن يعني القول بأن معظمها ذات ألحان وكلمات وأداء رائع. فقد كان هذا الفنان شاعرا وأيضا ملحنا، وكانت أغانيه ذات نكهة خاصة نكهة خاصة. مسفر كان مشهور بأغنية سليم يا سليم، والتي يقال إنها من كلمات الفنان الراحل محمد عبد الله. طبعا مسفر القثامي الله يرحمه عاصر طارق عبد الحكيم في الطائف،
وكان مشهور مسفر بالمجرور وأداء المجرور، وكذلك طور الفن الحدري وقصيدة كده طولها ما تحضرني الآن، وغناها في وتر وسمر عام 1402 مع الأستاذ موسيقار جميل محمود. مسفر بعد أحداث الحرم اعتزل الفن وطلب من المسؤولين سحب جميع أغانيه من الإذاعة والتلفزيون، رغم أنه كان مشارك قوي في مسرح التلفزيون، وتم الاستجابة لطلبه. توفي الله يرحمه قبل حوالي عقدين من الزمان، ودفن بمسقط رأسه مدينة الطائف، نسأل الله له الرحمة. وشكرا لكم. سليم سليم وش أسوي بمحبوبي، سليم سليم وش أسوي بمحبوبي. سليم سليم وش اسوي بمحبوب. نعم، هذه يمكن ربع ثلاث ارباع الشعب السعودي يحفظها الاغنيه، ولذلك حرصنا نجيبها. اول شيء اشكر صديقنا استاذنا ابو امين الاستاذ صلاح الدين مدير اللي وثق هذه المرحله، والحقيقه احنا تعبنا في موضوع مسفر الله يرحمه، لانه كما قلت لك هو وصل للملك، اعتقد الملك فهد الله يرحمه، وطلب انه ما تبث له اي اغاني، لذلك ليس له شيء موجود. مسفر القثامي انا شفته مره واحده من بعيد البعيد، أيضا من أسرة عريقة أسرة القثامي، فيه منهم الشعراء والكتاب. ولا أنسى أبدا أنه بعد جهما مباشرة أول مسؤولة رتبة رئيس التحرير يسار القثامي عينها الأستاذ رضا العري الله يرحمه مدير تحرير أول في صحيفة عكاظ، طبعا منهم شعراء ومنهم كذا. مسفر الله يرحمه ما نملك كله إلا الدعاء، اختفت كل أشرطته وكل أغانيه وكل موجود. هذا عبد الله محمد الله يرحمه اللي كتب الأغنية ويغني هذه الأغنية، طبعا مشهورة سليم يا سليم وش يسوي بمحبوبي، تلقى الخلاء وأعطى المفاتيح عبد الله، حليمة حليمة خيطي ثوبي المنقوش كثيرة، خيطي ثوبي الملة أو النقوش كثير النقوش ولا لبسته يسلين، وأنا ما أحسب أن البدو وأنا ما أحسب أن الزين كله على البدوان، وأثر زينهم زايد على الحضران بشوية إلى آخره. قصيدة جميلة، الله يرحم عبد الله محمد والله يرحم مسفر القثامي، يرحم طارق حكيم طارق عبد الحكيم، فقد كان مثلث الطرب في الطائف المعنوس، إن شاء الله يعيد الطائف نفسه ويقدم لنا مثل هذه النخبة بإذن الله. شكرا لك يا دكتور، يعني معلومات ثرية، وهذه الأغنية تعتبر تراث الحقيقة بالنسبة لنا وما زالت باقية يعني هذه الأغنية. شكرا لك يا دكتور على هذه المعلومات الثرية اللي كانت في ثنايا حلقتنا لهذا المساء، وبالتأكيد اشتاق ان شاء الله الاسبوع القادم بملفات جديده، ونكون وقتها ان شاء الله عرضنا اللي بدينا فيه حلقه السجن الحائر ومشاهداتنا في سجن الحائر، وانا عندي قصص ما قلتها كمان حتكملها يوم الاحد القادم ان شاء الله باذن الله. اشكرك، اشكر مشاهدينا اللي يتابعونا. طبعا انا بودع الدكتور احمد عرفج الان، وبعد الفاصل سنعود ان شاء الله لدينا تقرير سنعرضه.